نبوات الساعه 12 من الجمعه العظيمه من البسخه المقدسه التي مخلصنا الصالح بركاته فلتكن مع جميعنا امين. من سفر مراسي ارميا النبي بركاته على جميعنا امين. انا هو الرجل الذي راى المذلتان اتى علي بقضيب غضبي وقادني وسيرني في الظلمه لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله. أبل لحمي وجلدي وسحق عظامي أحاط بي ونكس راسي وذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى من سيج علي حتى لا أخرج وثقل أغلالي دعوته فلم يستجب لي صرخت إليه فلم يصر بصلاة سيج طرقي والوى سبلي المسلوك صار لي كدب كامن وأسد في موضع مختفي طاردني وصارعني وتركني هالكا أو طرى قوسا وأقامني هدفا ليلقي فيا سهامي أدخل في كليتي نبال جعبته صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية له من النهار كله جرعني الحنظلة وأسكرني إفسنتينا هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات وباد أقنومي ورجائي من أذكر بؤسي وشقائي والإفسنتين والمرارة التي لم تبرح من زمان
أشعر به في قلبي. من أجل ذلك أرجو مراحم الرب، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا، لأن رأفتك لا تفرغ، هي جديدة في كل صباح، وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب، فلذا ذلك أرجوه. صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه، وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير من منذ صبائي، يجلس وحده ويصمت، لأنه قد وضعه يجعل في التراب فمه، لعله يجد رجاء. يميل قدمه لمن يلطمه، ويشبع كثرة رحمته، لأنه لم يرذل من قلبي، بل تواضع لبني البشر، ليزل تحت قدمي جميع المرتبطين بالأرض، أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي. وإذ نكس الإنسان في قصومته عندما يحكم عليه، أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب؟ لأجل
نفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب ولنرفع قلوبنا مع الأيدي لدى العلي الذي في السماء قد أخطأنا ونافقنا وغضبنا وأنت لم تغفر لنا قد التحفت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي لأتضع لكي لا أرى تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءهم أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تزين بأنهار مياه على سحقا بنت شعبي عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء أحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سببين وقردوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكتان فاضت المياه فوق رأسي وقلت إنه تركني صرخت إليك يا ربي من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف حكمت يا رب لأحكام
رب إلى اضطراب وحكمت في دعواي. رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم علي. سمعت تعيرهم يا رب وكل مشوراتهم ومؤامراتهم علي اليوم كله، وتحريك شفاء القائمين علي. وصرت تلاوة من نهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر يا حسب أعمال أيديهم، وكافئهم بالتعب على قساوة قلوبهم، وطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث المقدس.